بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ والشيخه يفطران اذا شق عليهم الصوم عليهما الصوم او تعذر اذا تعذر واضح يعني فرضنا يموت هذا اذا راجي صوم ما يخلص النهار ساعة بالتسعة تنتهي قضيته واضح مو مكلف بالصيام وإذا لا يقدر لكن مشقة شديدة أيضا يجوز لهما الإفطار ويعطيان عن كل يوم مدا من الطعام المد حوالي كيلو الا ربع احتياطا شويه زياده والاحوط مدان ضعف يعني كيلو ونص او زياده مقدارا الثالث ذو العطاش هناك اناس يكثر عطشهم باستمرار يعطش يحتاج يشرب ماء عاده هذا العطش المستمر ناشئ من مرض اليوم مثلا عرف مرض السكري يسبب عطش لكثير من الناس عموما ما دام يكثر عطشه ويشق عليه الصوم يفطر ويعطي عن كل يوم مده او مدين على الاحوط الحامل المقرب التي قرب وقت ولادتها والمرضع قليله اللبن بحيث إذا أرادت أن تصوم وترضع، إما أن تتضرر هي الطفل ياخذ حاجته من الحليب لكن هي تتأذى أو يتضرر الطفل هي ما تتأذى، الطفل ما جاي يستكفي أو بالنسبة للحامل المقرب اما هي تتضرر حامل هذا الجنين ياخذ من جسمها فتضعف تتاذى او هي جسمها زين صاحي لكن الجنين راح يتاذى يتضرر في هذه الحاله هاتان الطائفتان الحامل المقرب والمرضع قليله اللبن اذا خيف الضرر عليهما او على الطفل او الجنين تفطران وايضا تتصدقان بالمد او المدين فسر قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فسر في الروايات بهذه الطوائف الخمس وهذه هناك مساله خلافيه وهي انه اذا كان الضرر في الصيام بالنسبه للحامل المقرب والمرضع قليله اللبن يتوجه الى الام السيد الخوئي رحمه الله قايل ما تعطي المد فقط تقضي أو إذا الضرر يتوز يتوجه إلى الطفل إلى الجنين هنا تعطي المد السيد السيستاني ما مفرق قايل سواء هي تتضرر أو الطفل الجنين في الحالتين المد أو المدان من الطعام تعطى يعطى السؤال هذا المد يجوز إعطاؤه مالا نقديا له لأن القرآن الكريم يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام طعام مسكين القران يقول طعام فالاموال لا تسد مسد الطعام وهناك فرق بين هذين القسمين يعني بين الحامل المقرب والمرضع قليله اللبن وبين الشيخ والشيخه وذي العطاش هذولاك الشيخ والشيخة وذو العطاش ما يقضون صيامهم لأن الشيخ والشيخ يعني شنو يتوقع يردون مثلا يصغرون هم ما يصغرون وذو العطاش هم هو مريض عنده مرض عطش فما في قضاء خلص يعطون الفدية وانتهى الأمر <applause> هذه الفدية اللي يعطوها هؤلاء الخمسة الشيخ والشيخة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضع قليلة اللبن هذولا مو لازم ينتظرون إلى شهر رمضان المقبل ممكن بمجرد انتهاء شهر رمضان يدفعوها الفدية بل يمكن يجوز لهم أن يدفعوها يوما بيوم وعليه اذا توفوا توف توفي بعضهم قبل شهر رمضان المقبل ذمتهم مشغوله بالفديه يعني لازم الف كان لازم الفديه تندفع نعم هو كذلك لا اذا ما مو قبل شهر رمضان المقبل يوم واحد انتهى هاليوم صارت الفديه لازمه عليهم. هذه هناك مسألة أن الفدية والكفارة تصير في الذمة يعني مثل دين أو مجرد حكم تكليفي إذا قلنا دين في الذمة حتى يوم بيوم يصير في الذمة وأنتم آه هذه مسألة مفيدة آه مر علينا سابقا ربما أنه الشخص اللي كان مريض خلوا ذول الخمسة، الشخص المريض وما صام بشهر رمضان أو المفروض أي مريض ما يصوم. المفروض يدفع عن كل يوم مد أيضا إذا ما قدر يقضي يعني فرق المريض والمسافر والمرأة اللي كانت حائض وما صامت إذا ما صاموا ما قضوا إلى سنة إلى شهر رمضان المقبل يدفعون المد هذول الخمسة اللي قلناهم المد من أول يوم يجي عليهم فالأثر وين يظهر هذا المريض مثلا واحد مريض اكو ناس مرضى ما يقدر يصوم ما يدفع الفديه بمجرد انتهاء شهر رمضان يصبر الى شهر رمضان المقبل لعله يتحسن وضعه او يصوم يقضي يعني مو معلوم يجزيه ان يدفع بعد الشهر مباشره اما هؤلاء الخمسه يدفعون لماذا؟ لانه سواء قضوا او ما قضوا هذا المد لازم على هؤلاء الخمسه. هذه مساله جيده ربما تجي تفاصيلها في قضاء الصوم ان شاء الله، بس خلي نقولها هناك اناس ما يصومون بشهر رمضان اما لمرض او لسفر. أو لحيض ونفاس وما شاكل ذلك هذول عليهم قضاء اللي كان مسافر وما صام يقضي أو لا يقضي يقضي المريض بعدين صحى يقضي إيه المرأة الحائض والنفساء ما تصوم تقضي الصيام إيه الصلاة ما تقضيها الصيام ينقضى هناك مسألتان اولا لازم هذا القضاء يكون بخلال السنة يعني قبل ما يجي شهر رمضان المقبل او لا ممكن يؤخر الى اكثر من سنة هناك رأي مشهور في الفقه انه لا بد ان يؤتى بالقضاء قبل ما يجي شهر رمضان المقبل ورأي اخر انه لا مو لازم الاحوط استحبابا ان يقضى قبل شهر رمضان الاتي وعلى كلا القولين لو فرض واحد ما قضى هذا المسافر اللي صار عليه صيام ما قضى بخلال السنه دارت السنه ومو قاضي او المراه اللي كانت حائضا او نفساء ما قضت الى ان جاء شهر رمضان المقبل. يبقى القضاء بذمتهم لكن يكون يدفعون عن كل يوم مدا من الطعام هناك مورد واحد اللي القضاء يسقط القضاء يسقط وين وهو ما لو فات الصوم لمرض ولم يمكن قضاؤه خلال السنة أيضا لمرض يعني واحد كان مريض بشهر رمضان ما صام وبخلال السنة كلها ظل مريض إلى أن إجت السنة الجاية خلص القضاء سقط مال السنة يعني لو عقبها بسنتين ثلاثة صح ما يقضي بعد ذلك الصيام خلص وإنما يدفع الفدية يعني الان المكتوب اذا استمر به المرض هل المقصود الا نفس المرض قد يكون يشمل اي مرض زين بغير مورد كيف يعني احنا نقدر نتصور واحد ما صام بشهر رمضان لا لمرض كان مسافر ما صام وعقب ما انتهى شهر رمضان صار عنده مرض تمرض ما قدر يقضي الى شهر رمضان الجاي هذا يبقى القضاء بذمته لأنه فاته لا لمرض وإنما لسفر أو العكس فاته لمرض شهر رمضان لكن ما قضاه لأسفار لأمور أخرى فرض واحد ما لو فاته لمرض ولم يتمكن من القضاء طول السنه بسبب المرض في هذا الفرض سقط القضاء والفديه تندفع انتهينا من هذا الان هناك بحث في ثبوت الهلال ثبوت شهر رمضان كلمتين نقول عنها حتى ان شاء الله التفصيلات تاتينا شهر رمضان وثبوت الهلال، الهلال شيء بالسماء. الهلال شيء في السماء وثبوته كثبوت اي موضوع اخر يعني واحد يقول انا شفت فلان بالشارع اشلون يثبت انه او فرضنا نقول له اذا شفت فلان او اذا فلان كان عادل صلي وراه. شلون يعرف فلان عادل لو مو عادل؟ هناك طرق معينه. هذه الطرق نفسها تجي في اثبات رؤيه الهلال. يعني مثلا شلون واحد يقول فلان خوش انسان عادل؟ يقول انا قايم وقاعد وياه رايح وراد وياه صار لسنتين ثلاثه اعرفه خوش انسان. هذا شيء حقيقي يصير. الهلال هم يقول انا شفته بعيني. بعد ما وراء عبادان قريه يقول انا شفت لي الهلال ما يحتاج واحد يقول له عندك الشهود يقول شهود شو اسوي فيهم انا شفت الهلال هذا واحد اثنين البينه البينه نقول يقول اصلي ورا فلان نقول له اذا هو خوش انسان عادل صلي وراه هو ما يعرفه لكن في اثنين شهود عدول شهد عنده بان فلانا عادل. يعتمد عليهم اي يعتمد الطمأنينة الطمأنينة حجة هذول الشهود العدول من شهدوا عنده ثبت له اي ثبت له اذا نفس الشهود العدول شهد برؤية الهلال ثبت له الهلال موضوع خارجي مثل اي قضية اخرى او الشياع بس مو اي شيع الشيع المفيد للعلم هذه قضية الشياع أكو فيها اشتباه يصير أحيانا إحنا لما نقول شاع الخبر بمعنى أنه كثير أن كثيرين من الناس يقولون رأينا الهلال عدد كبير يشهدون بالرؤية مو الطريقة الماشية أنه يقولون شافوه يعني ليلة العيد غالبا هذا الحشد تسمعوه وين ما واحد يدير وجهه يمين شمال فوق تحت يسمع الناس يصيحون شافوه زين عمي انت شفته لا ما شفته شفت واحد اللي شافه هم ما يعرف شافوه يطلقها على عواهنها هذا ما ينفع شيئا شافوه انت انت شنو وضعك او يجون مجموعه من الناس حتى لو فرض ما ثبتت عدالتهم لكن عددهم كان كبيرا بحيث يفيد العلم الشياع المفيد للعلم أحيانا أحيانا يجون عشرين نفر ثلاثين نفر وواحد يشك وأحيانا يجون عشرة 12 نفر الإنسان يطمئن حسب الملابسات حسب الوضع الخارجي الحين هذه شوية فيها تفصيل خلوها ان شاء الله في الليلة المقبلة